تيساع هو ياكل فضول. يضربوا شي واحد شيه. خالد اجي لك الشرغو الكبير. واحد ضايل على صورة اخرى. صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ نهار جديد وفلوق جديد ان شاء الله. عرفتوا شحال وحنا كنتسناو هذا النهار هذا وبهذا الجو هذا خوتي؟ راه ما يمكنش. الرئيس خالد صباح الخير. صباح الخير. كيدير بخير؟ كلشي مزيان شحال وحنا كنتسناو بحال هذا النهار هذا مود اخوتي، وما طاحش بحال هذا النهار شوف لي اللهم بارك. شوف يا سلام اخوان، البحر طايح ديال بصح ما عرفناش واش غادي يكون الحوت، واش غادي تكون الصفاوه مزيان. المهم طيح راه طايح، غادي ندخلوا لاعماق البحار، ما غاديش نصيدوا في الواد ولا نصيدوا على برا، غادي ندخلوا لاعماق البحار لداخل. ياك الرئيس خالد؟ ان شاء الله غندخلوا لاحسن مصايد غادي نصيدوا فيهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله غادي ندخلوا لشي مصايد اللي كيديروا الشرغو، كيديروا الديب، كيديروا الصنور، غادي نقلبوا تما. الحاجه الوحيده اللي كنتمنوا انها تكون شي صفاوه، تكون الصفاوه. الا كانت الصفاوه صافي الحوت طبر عليها باش نمتعوكم حتى في التصوير ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كاين دابا. علاش كنقلبوا على الصفاوه الاخوان؟ لما يكون صافي باش الا كنا كنصوروا حتى نتوما تشوفوا، فهمتوا؟ الماتريال هو هذا كيف عارفين، لي بالم فيزي، الموس هذا راه الله خديت هذا الموس هذا، شوف هذا كنقتلوا به الحوت، هذا راه يلاه خديناه باقي جديد. خديت عاوتاني هاد الصمطه هادي، داكشي جديد راه كنوري لكم باش نتوما تشوفوه. خديت هاد الصمطه حيت الصمطه الاولى اللي كانت عندي راه خطاره خوتي، تقدر تقتلك الله يسر واعره هذيك. المهم هادي راه مزيانه. عندنا البيل، الماسك، التقاشر، وخالد راه الماتريال ديالو حتى هو هذا. غادي نتوكلوا على الله وندخلوا البحر ان شاء الله، ونطلبوا من الله شكون شي حصيله زوينه. كنشكركم بزاف اخوتي على السيبورت، لي لايك، الكومونتيرات ديالكم، شكرا شكرا لكم من القلب. على بركه الله نبداو المغامره ديالنا. غنتوكلوا على الله دابا. الرئيس خالد ها هو الرئيس ناضي حياتي. حاربوا القتال، ما كنا القتيل اخوتي دابا. دابا يا بسم الله. ليتس جو. الله الرئيس خالي. الله الله. توكلنا على الله يا ربي تيسر. الرئيس خالد لقى واحد السلور هنا ناضي، غادي نهبط ليه دابا ان شاء الله نضربوه. ها هو غيشد لي الكاميرا وانا غنهبط ليه. يلا ياك الرئيس خالد. هذاك الشيء اللي كاين دابا ضربوا شي واحد بالفيزي، لقينا فيه الضربه راه ضربتو ناضي. انا غنهبط نجيبو. هو الاول اخو داري ليه؟ خوش غنقتلوه
غنقتلوش مالك الريس خالد؟ ناضي فين ضربوا شي واحد شي؟ هارب شي واحد الخوش هذا. المهم غنقتلو نديرو في البوكي ونكملو الصيد ديالنا. هنايا الاخوان غادا تكون هي الهبطه الثانيه ليا مع هبط. الصراحه غادي نتصادف مع اخطر سمكه في البحر، ما كنتش متوقع غادي نلقاها بهذا الحجم هذا. كيف ما كتشوفوا راه اخطر سمكه هي هذه الاخوان، سمكه المرينا. الحمد لله ضربت وكانت الضربه موفقه، وما بغيتش نطلع ونخليها، بغيت نهزها ونديها معايا ماشي نخليها ونعاود نهبط، حيت الا خليتها الاخوان غادا تجمع في هذاك الغار وما تبقاش تجبدها. الحمد لله جبدناها وتوفقنا والحمد لله الاخوان. وكنوصي باش بنادم ياخذ الحيطه والحذر من هذه السمكه هذه. تمريرية كبيرة عندك خالد، عندك راهي قدامك. اخوان هنايا هبط ومستهدف سمك الصنور، وبالفعل لقيت سمك الصنور والحمد لله، اللي هو السمك الصنور الثاني اللي غادي نضرب. كيف ما كتشوفوا هو هذا مخبي في الجحر ديالو، هذا هما الجحور ديال الصنور. ضربته وكانت الضربه موفقه والحمد لله. صلور تشالي اللهم يبارك. والريس خالد ضرب صلور غليظ الله يبارك. ووهو الخوت بالبالة اللي هو بالبالة. هنايا الاخوان هبط لهاد الحجره، حيت هاد الحجره هذه كدير اسماك الشرغو واسماك الدرعي كيكون ديما مخشي هنايا. هبط ولقيت الشرغو وضربته والحمد لله، كانت ضربه ناضيه. اول بياسه ديال الشرغو هي هذه، بوسنا اللهم بارك. الاخوان هنايا هبط لهاد الحجره هذه، حتى هي ديال الشرغو، كان فيها اسماك الشرغو بوفره، كان الحوت كثير فيها ديال الشرغو الصراحه.
كان الشرغول كحل ديال الغيران، بغيت نضرب ولكن منين شفت الحوت كثير ما بغيتش نضرب بياسة واحدة، بغيت نشرك جوج بياسات في دقة واحدة، عصفورين بحجرين واحد، ولكن ما صدقاتش اليوم، ما بقاش عندي السوفل. هنايا غادي نطلع ولكن غادي نسبيري ان شاء الله مزيان، وغنشد النفس ديالي وغادي نعاود نهبط ليهم، وغادي نشرك ان شاء الله باذن الله جوج حوتات في دقه واحده، والحمد لله عصفورين بحجر واحد. جوج عاوش على دقة واحدة دوبل. هنايا الاخوان كيف ما كتشوفوا ما كاينش الفندق، هنا خرجنا على برا صافي، غادي خارجين في حالاتنا، وغادي نتصادف مع واحد الصنور اللهم بارك ناضي، ولكن جا لداخل، جا في واحد الغار اللي مضيق وما لقيتش كيفاش نصوروا لكم، ولكن غادي نتحارب معاه ان شاء الله باذن الله. كاين واحد الرطاله الاخطبوط غنشوفو واش غنجبدو ولا لا. هربات جبدنا الصبع ديالها، ها هو ولا جبد، وهي راه هربات اخوش. حنا دابا غادي خارجين ان شاء الله باذن الله، غادي دابا خارجين للبر. الله يجعل البركه، حصيله ممتازه. عرفتي شناهو الخضره؟ ضربنا شي حيته اللهم بارك. غنخرجوا دابا وغنوريكم الحصيله، نبارطاجيو معكم ونمشيو نضربو الشواية. يا قريت خالي كاين الشواية الخوش، حنا دخلنا من الصباح، من الصباح حنا في البحر لا غدا والو، والله ما فاطرين بالله ومدخلين معنا لا ما مدخلين معنا والو، عرفتي بجوعنا عاد شحال ضربنا ديال الوقت، راه شي 5 سوايع كريت شي 5 سوايع حنا في الماء. راه عرفتي شنو هو، راه عينا عينا ديال بصح، خارجين بلا اله الا الله دابا، والله الا خارجين بلا اله الا الله. المهم نخرجوا ونبارطاجيو معكم الحصيله ونمشيو نضربوا الشوايه ان شاء الله.
لخوت الحصيلة الله حصيلة مفرقعة وانا الله يبارك شو تبارك الله شو انسى انسى ورم لي المرينية ورم المرينية هاي هذيك الحلوفة اخوت يا والله تا ضربتها وندمت علاش ضربتها قسما بالله واو راه اخطر سمكة الخوط راه هي هذه المسخوطة وليدي انا الشرغوة ابو سنة اللي توحش ابو سنة هانتوما ابو سنة الله يبارك هانتوما الخير 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 ديال الله غنوريكم واحد واحد الوحشه كي دار راهو ما انا اخوت تبارك الله الخير ديال الله داك اسامه تا الله يتقدم زز زز اسامه شنو هاي المرينيه هذه اخطر سمكه شو اخطر سمكه في البحر هي اللهم بارك كنحمد الله ونشكره على النعمه اللي عطانا كنحمدوك يا ربي ونشكروك الصراحه خير كثير هذا والحمد لله خوتي شحال هذه ما شفنا هذا الخير هذا راه تبارك الله شوف لي الله يبارك شوف هز هز الريس هز لي كلشي هز كلشي هز الريس هز ضربهم ضربهم في دايرك يا خالد هز لي يا خالد نادي الله يبارك ان شاء الله الى الهربه في الله خربنا الريس خير السيد خوت هادشي والله تتقلب عندك طيح الريس بلجي بلجي تفاهمه بلجي بلجي تفاهمه شوف 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 امه كيدير شوف ناري 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 صنور مقدر الخوت تبارك الله الخير ديال الله هاد الصنور الخوت راه ضربوا الريس خالد شوف غسلوا 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 غسل لي الحصيله الريس خوت الحمد لله داك الشيء اللي كنا مواعدينكم به باننا غادي ندخلوا اعماق البحار ونجيبوا حصيله مفرقعه جبناها والحمد لله وفقنا الله الحمد لله انا الرئيس خالد راه تبرع عليا اليوم خالد خربنا انا الخوت هذه بخاطر الحباب والصحاب خاطركم كاملين اخوتي كاملين ديديكاس لكم كاملين من هذا البحر هذا انا الخوت اللهم بارك الله يبارك الرئيس خالد دابا بقات لنا حاجه وحده الشوايه الشوايه ان شاء الله دابا نمشيو صافي الشوايه ما كاينش الشوايه تراغ اللهم بارك ان شاء الله اللهم بارك شو شو عيني شو العينين تبارك الله والله الا قد في الطول هاد المرينيه هذه هي اللي ضربت شو كي درت الماء راه والله ما تخمج اخوتي ولا تخمجك ياك الرئيس خالد هذا شنو تقدر دير لك الرئيس خالد هاد المرينيه دابا العضات ولا عضات فشي صبع ولا شي حاجه راه ديلك ضعشي شو الخوط الله وتعضك تدي لك صبعك هذه شوف راه واخا ميته ما تيقوش فيها واخا ميته شو السنان هذه ما معاش اللعبه هذه ما معاش اللعبه هذه راه ما كاينش اللعبه هذه كتقول لك تي ساعه تي ساعه هو ياكل فضول ها هي هذه ولكن راه ضربت الخوت واحد الضربه راه ما يمكنش الحصيله ديالنا هي هذه اللهم بارك هاد الشرغو هذا شحال ديال الخوت ما بقينا شفناه والله الا الا توحشنا قسما بالله الرئيس خالد تاورا ضرب واحد بوسلنا ناضي ها هو شو الله يبارك بياسه زوينه المهم حصيله ممتازه هاد الرطاله راه كنت باغي نجبدها ولكن هربت جبدت حتى صبع هي مشات حيد الله يسهل عليها ما مكتفاش دابا راه غادي نشلوا الحصيله ونمشيو نشوه ياك الرئيس خالد انا البحر كيدير اللهم بارك اكي جاك البحر اليوم الرئيس الحمد لله ناضي وخا الصفاوه شويه ناقصه في الفوندو ولكن الفوندو ما فيه الصفاوه ما فيه الصفاوه ولكن الحمد لله الحصيله خرجت الحمد لله الله يجزيك بارك المهم الانسان انه يخرج بخير وعلى خير انا المجري مال خوت شعل الوين فيها يا سلام احسن غابه في العالم اخوان جينا دابا حطينا الحوت ديالنا كيف ما كتشوفوا لهاد الغابه هادي غنضربوا واحد الشوايه ناضيه الرئيس خالد راه كيستراح دابا كتستراح ملي كتزعلل صافي
صراحه اليوم درت واحد المجهود بزاف. بزاف الصراحه. عينا الحمد لله. واش الماكله ما واكلينش؟ ما واكلين والو والله. ما واكلش ما واكلين والو الاخوان. عدتنا ورا دخلنا بجوع على البحر، ما واكلين حتى شي حاجه قسما بالله. باقيين صايمين دابا ان شاء الله غنهزوا واحد جوج شراي غوات. هادشي راه ما خصناش نطيبو كله، غادي غير نكرفسو هادشي وغادي غير نبدروه، فهمتوا؟ هادشي غادي نديو لوالدينا ان شاء الله. غادي نطيبو ان شاء الله واحد جوج شراغه، جوج بركه الريس. جوج بركه. جوج نعميو بهم الجوع، تمشيو للدار وديك الساعه نتعالجو مزيان. اللهم بارك الحصيله. يا سلام يا سلام يا سلام. ما هذا؟ هذا هو الحولي ديالنا. هذا هو الحولي ديالنا والله العظيم. العيد الكبير. اللي باغي الحولي شو تبارك الله. شو سقيطة تبارك الله. سقيطة والله الا سقيطة. انتوما انتوما قدي قدا واقف مع المرينية. الحولي قالك ديال 140,000. هو حولي جبناه فابور هذا. ماشي حولي هذا. هو حولي الخو جبناه فابور ديال الله. داك الشيء ما كاين لا 140,000 ولا 160,000 حوالا هما ماشي هو. والاخوان واحد لواحد راه عطينا لواحد السيد واحد الصنور. واحد العساس كنحطو عندو حوايجنا. هاد العساس كنحطو عندو حوايجنا. دري ويش الله عمرها دار. عطيناه واحد صنور وهادو راه غنديو ان شاء الله للدار. ودابا غنضربو واحد الشوايه. يا سلام في هاد الغابه الجميله. خالد راه طرولاكس عليا في الزعلوله. والله الا ما كرهتش الله. الزعلوله راه انا اللي صوبتها. انت والله الا انا اللي صوبتها. ديال العيش الحر هذيك. ديال العيش الحر هذيك. ناضي يا صاحبي. العافية. أيا شي علاش غنتسناو تهبا باش نطيبو فوقها. ما كاين ما يدار غنبداو نزعل. بلاش على الريس. ايوا ولي ايوا عندك تحرك رجلي. صحة في العافية. ترى السعادة الله يلا السعادة خوت. ناضي ناضي. أنا خالدة. كي كي نبرة كي. خوط راه باقيين شادين راه باقيين ناضين. غنطيبو دابا الحاصله ان شاء الله. غادي نطيبو دابا واحد الدكيكه ديال اتاي، حيت اتاي الخوت الغطاس الا خرج من الغطس خاصو دكه ديال اتاي. سالينا هذيك الدكه ديال اتاي هي اللي كترجع لك المجاج. واخا ما عرفتش شنو دابا اي بحري دابا ملي تخرج اتاي كي بغيت البحاره كامل يعز عليهم اتاي. وانا عزيز عليا اتاي. كتخرج من الغطس دارك راسك ومريض فهمتو. حيت الغطس ملي كتخرج منه خاصك اتاي. غتشرب اتاي غتولي بخير. الشاي المغربي. دابا غادي نضربو هاد الدكه في البراد ديالنا العجيب مع الرئيس خالد. ياك الرئيس خالد احسن بريه واحسن رئيس ديال البريه. الاخوان الرئيس خالد اللي باقي ما عارفش لاشين ديالو راه كنت عطيتها لكم ديك المره. خالد بيش غادي نكتبها لكم. ودخلوا عنده تابوناو عنده. راه هو كيدير محتوى ناضي ناضي ديال بصح الفخاخ الحمام بالبانه تا هو. دخلوا الخوت تابوناو عنده. راه واحد الانسان اللي ظريف الله عمرها دار ومن اطيب خلق الله الصراحه. دخلوا تابوناو عنده. ودابا غادي نطيبوا الدكه ديالنا. يا سلام يا سلام. غنحطوها في الجن باش تطيب على خاطره. ناري 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 حرارة مئوية. الرئيس خالد دابا غادي يجبد لينا
الكبده ديال الحولي ديالنا اللهم بارك. جبد لينا خويا ديك الكبده جبد والله يبارك يا بسم الله. الكبده ضروري الخوت الكبده ما نتزاقلوش معاها. نشوفوا حتى شنو واكل غنشوفوا شنو واكل نكتشفوه الخوت. واه ترى سمين تبارك الله بطانه والله الا بطانه وبحال بحال حتى وضع عندك ضرب لي الكبده الريس الكبده راه هي كلشي اخو بحال كنجبدوا في الحوي داك الفواد ديال الحوي والله العظيم فواد ديال الحولي فيه الشحمه تبارك الله مشحم اصلا دابا الاخوان انا وقيت ديال الصنور انا وصلنا للكبده فيه الكبده شوف الشحمه شوف شو اللهم بارك شوف الشحمه شوف والله تدور حل حل لي كرش حل حل خالد نوريهم الشحمه شوف الشحمه هز الشحمه وريها لهم هذه كلها شحمه هذه كلها شحمه شوف تبارك الله من الجا ومن الجا اللهم بارك والله الا كله شحمه تبارك الله شوال الكبده ديالو قداش الله جبد لي الكبده الكبده اخوانا الكبده هي اللي باغي تبارك الله تبارك الله تبارك الله قداش هانتوما اخو الله 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 اليوم خالد غنعرقوها ترى انا هذه الكبده ترى هذه الكبده احسن حاجه هي الكبده ديال الصنار هي الكبده ضرب مراره ضرب مراره حتى هو عنده المراره الاخوان والله لا اخو سير ابقى غادي معاه بحال هكا حيد هذوك المصارن هادو صارن ضروري اخوانا هادشي راه ما غنقيوش نديو لديورنا عاد نقيو ان شاء الله هذا جبدنا حلينا دابا هذا علاش باش نجبدوا الكبده حيت غتكون فيه كبده مهوره ولقينا نيش مهوره انتما الخوت تبارك الله قطع قطع المراره هاني هاني تغسل الارض نقيه انا الورق ديال الشجر قطع المراره الريس الكبده اللي بغينا راه هي هذه حنا بغينا الكبده اللي ما واكل والو يا كرشو خاوي كرشو خاوي كرشو خاوي الخوت بغينا نوريكم شي حاجه الساعه ما واكل والو هذا راه حلينا الخوت باش نجبدوا غير هذه الكبيده هذه درنا واحد البلان هذيك هذوك الكبدات اللي جبدنا جبدنا الكبده ديال داك الصنور بان لي داك الشيء ما غيقدناش جبدنا الكبادي ديالهم كاملين حيدنا لهم كباديهم كاملين اخوتي دابا راه بقات لنا المرينه بقات لنا المرينه العيساوية هذه العيساوية نعم سيدي هذه الاخوان عرفتوا منين شفتها قسما بالله الى عيني خرجوا عليها انا هذه الاخوان عاد شنو هو درت لها واحد الضربه راه ما يمكنش اخوتي الراس 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 شي الحوت اللي بغيت تقتلو الراس ديما الراس الجلده ديالها الخوت راه كتكون قاصحه قاصحه والله الفيزي ما بغى يخرج من الجهه الاخرى وهذا راه كتسلخ كتسلخ الطريقه ديال حيد لها الجلده ولكن الا حيدتي لها الجلده الريس ما كيبقاش هذاك اليدان الجلدة فيها واحد الشحمة بنينة كل واحد وكيفاش كيبغي يدير لها هاي الكبدة ديالها تاهي وكبدتها قداش واه 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 اللهم بارك طويلة تبارك الله واش راه طويلة راه وحشة تبارك الله راه قد قد الصنور مجبدة معاه جبد لي الريس كبدة الكبدة الكبدة غنصاوبو دابا قشيب فاش نطيبو الكبيدات ما عندنا لا قشيب لا والو غنستعملو هاد العواد هاد ديال البرية هاد الديباني دابا بعدا ما كاين الديباناج الريس ديما الديباناج هذا كيخدم حتى الديباناج الريس كيجي داك الشيء حلو وبنين احسن من لك تجيب معاك شي حاجه الا ديبانيتيها كتحس بواحد الحلاوه ديالها بانك راك ديبانيتي راسك داكشي اللي دابا في البريه دابا خصك تعتمد على نفسك تعتمد على راسك ما كاين لا كوزينه هنا لا والو لا راه ما كاين الشجر والارض دابا حنا الصباح جنة معنا بريكه صافي هي اللي جنة صافي بريكه صافي مخرجين تبارك الله الخير ديال الله الله يبارك الله يبارك مخرجين الوحوش الله يبارك هي القشيب ديالنا دابا ناضي دابا غادي نديرو القشيب ديالنا نديرو فيه الكبده البروسيد البروسيد الكبده ديال الصنور الكبده ديال الصنور كنعتبر انا احسن من ديال الحول يا خويا خالد صرا ناضي انت اش كي كتجي كتكبد والله يا خويا الا كتعجبني كنموت عليها انا ناضي 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 الكبده اخويا على الاخرين فينا ما هاك الراس شد 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 شن وحده بوحده هادو الكبدات ديال الصنانر والمرينيه جبدناهم كاملين داك الشيء ناضي الاخوان البريه كوزينه ديال البريه هذه راه البريه والبحريه بجوج ياك خالد طبيعي دابا راه شركناهم بجوج دابا الحمد لله على هذه النعمه الحمد لله الحمد لله والشكر لله الله يدوم علينا نعمه الخوت حنا كنحاولوا نبارطاجيو معكم يعني البر والبحر
كلشي كلشي داكشي اللي كاين ما كنخبيو عليكم والو الخوت داكشي اللي كاين كنوريو ليكم ما كلشي يعني والله ما كنخبيو عليكم شي حاجه راك اللي يخرج هاد الحوش قد هكا قد هادشي ما يخزن وما يبغيش يوريه لبنادم ولكن حنا كنوريو عادي داك الشب والله الا بالفرحات علينا نوريوكم هادشي قسما بالله علاش حتى بنادم اللي كيتفرج فيك راه كيحس براسو حتى هو عايش هذاك الشيء معاك فهمتي الكبده الخوش دابا ما كاينش الشوايه ان شاء الله الله يبارك يا سلام والريقل دابا الشوق يا سلام دابا الخوت غنجيبو الشطري غوات ان شاء الله الشرغوات ديالنا يا بسم الله مباشره فوق العافيه الله. طريقه ديال العيش الحر هذه راه معروفه هاد دابا لا وسام واحد الروطه بغينا نجيبو روطه على صدقنا جابدين غير الطرف من صبعه شوف قداش شوف شوف عاتي راه روطه راه وحشه والله الا وحشه شوف شو قداش هذا غير الراس ديال الرجل ديالها دابا انا ضربتها ولكن هربت وخلات لي رجلها لا هو راه مريقل دابا راه هو راه ضحى بصبع ضحى بصبع باش يهرب باش يهرب وليكن في العلم ديالكم من بعد 15 يوم كيبدا ينوض ليها الرجل ديالها 15 يوم تتبدا تنوض ليها رجل اخرى كتخرج عاوتاني بحال هذه كتخرج سبحان الله العظيم يوجد في البحر ما لا يوجد في البر وتقريبا الاخطبوط الخوت من غرائب سبحان الله العظيم ديال خلق الله يعني عندها بزاف ديال اللون يعني تصوروا على الكاموفلاج لاي حاجه تحط فوق ما تيتكامو تحط فوق الزرق تولي زرقاء تحط فوق الخضر تولي خضراء كتبدل في اللون كامل يا سبحان الله العظيم وخطير في واحد الحاجه عاوتاني اللي واعر شنو الرئيس خالد عنده ثلاثه القلوب مع ان حنا عندنا قلب واحد اي مخلوق تيكون عنده قلب واحد هي عندها ثلاثه القلب ديالها فيه ثلاثه عندها ثلاثه القلوب ثلاثه القلوب سبحان الله هذه الهضره هذه ماشي حنا اللي كنقولوا الاخوان راه العلماء ديال البحر هما اللي مكتشفين هذا الشيء هاك الرئيس انا شو كي درت ليها في العصا غنحطها حتى هي الشوايه ما كاينش الشوايه الرئيس رش لي الملح رش الرئيس ضروري رش لي على الملح الكبيدات ديالنا هما بداو يطيبوا الشوم الشري غوات يا سلام ترى داك الشيء ناضي الله يعطيك الصحه الرئيس راه داك الشيء زازلوز اخوان هادشي راه طاب الله يجعل شي بركه غنهزوهم دابا اها عندك الرئيس واه 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 العافيه لاصق فيه الجمر غنحطوهم اجي وتشوفوا التفصيل هذا التفصيل ناضي داكشي ديال العيش الحر هو يا سلام شي التفصيل اوليدي كيدير والله الا ناضي بالله فكره واعره تفصيل بري هذا اجيب دابا الكبيده الرئيس الكبيده والقليب الكبيده يا الكبيده انا وقطبان ناضي شو كديرين انا يا سلام يا سلام غنحطهم تاهما هنا اش باقي خاصنا دابا دكه راه مشحره ناضي غنمشيو شي نجيبوا الخوط راه مطنطنا واحد الدكه يا سلام غنجبدوا دابا هادشي من القطبان نحطوه هنا سالا وقت ما القطبان هادو الكبيده راه ناضيه الخوش ترى ماشي انا هاديه واو تبارك الرحمن داك الشيء الله يبارك يا سلام احسن طلا في البريه اخو الله يلعاتك هذا تغسل عليه في ريستورون 3000 درهم وما تاكلش بحال هذا كبده ديال تشارج من البحر الحي 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 شي حاجه بيو يعني يلا خارجه مصيده من كيف مصيده كيف جاي تاكلها دابا نخويو واحد الدكه ديال اتاي يا سلام ما هذا شنو هذا راه كاسك الرئيس عاد الدكه خالد غترجع لك المجاجه الرئيس والله الا باغي نبلى فطور هذا دابا راه فطور وغدا يا بسم الله اخوان غنقولوا بسم الله ثلاثه حلف ثلاثه الكبده ديال الصنور يا بسم الله كبدة ديال الصنور مليحة مليحة الله يحفظك واو خير مذاق فيها اللي ما كلاش هاد الكبدة ديال الصنور راه ما كلا والو خوت حاولوا تشريوا قلبوا عليه الصنور
شريوها وكلوها دوك. حاولوا فيما كان الصنور تاكلوا الكبده ديالو، ماشي تاكلوا الصنور، الكبده ديال الصنور. بقاش لوحوا الكبده. كاين لها كي لوحه، كاين اللي ما عرفهاش. طربنينا يا خليل اصاحبي. يا سلام. صراحة والله إلا كترد الروح. عرفت شو هذه الأجواء هذي فين مريحين؟ اه. ها؟ الخيال العلمي. ايه كتاكل ومرتاح ترونكي. النفسية ديالك كترتاح هنا وكتاكل بخير وعافية. ما كاينش البشر هنا. راه أنت مرفوض. هز الرئيس كبد هز. كاين غابة هنا. ها الفايز ديالي شتي؟ توك توك ديال الرئيس ديالنا. والله يا ربي الله وتوحشنا هاد المذاق وتوحشنا هاد الجلسة هاد الضواحي فين فين مجبدين شوم هاد الضواحي ديالنا واحد بوسنا كيطل كيطل عليكم الشوم شو كيحال فمو كيطل من تما بقى تما بقى الله يبارك الله يبارك الله يبارك ورا الحصيلة راه مستوى جيد اكي دير هذاك الصبع الرئيس ناضي 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 ندوق لك يا بسم الله خبط الرئيس فواكه البحر الرئيس كل حاجه عندها مذاق سبحان الله العظيم كل حاجه عندها مذاق في الشكل الروطه المذاق وعاوشاني بوحدو ذوق الصبيه هذا هو راه ناضي ولكن الكبده ديال الصنور كتبقى هي طوب اشري غواش هادشي ملي كتخرج دابا من الحجر الحجر تاكلو صاحبي والله تاكل الحجر خرج كامل من الحفاظ تاكلو حتى ياكلو دابا واو 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 اللحم بيض الشراغيش شراغو شو الروطة على شو الحيمات ديولها بيضين وعلى مذاق فيها كنا ناكلو من هك ومن هك صلاد فرود الله على الصلاد صلاد فرود مير بالروطة على الإخوان الشرغو هذا الخوتة ووو كيضربك الضو فاش كتاكل هادشي كتحس براسك بانك راك بطل وحق الله العظيم فاش كتدخل تغطس في اعماق البحار وداخل مخاطر بالحياه ديالك وكتجبد الحوت وتجي تاكل وراك كتحس براسك راك بطل راه دور الرئيس هذا هو الرئيس دابا الرئيس المفهوم ديال كلمه الرئيس الاخواني ماشي هو كيبيع ويشري في الحوت ولا الرئيس هو اللي كيدخل للبحر وكيجي كيصيد ما ياكل وما يوكل وليداته هذا المصطلح هذا تقال على هاد الناس هذا على هاد الفئه ديال هاد الناس هذا رئيس يعني كتمشي سواء كنتي بالقصبه بالشومبرير فلوك اي حاجه كتمشي كتصيد اي باي نوع باي طريقه مشيتي تصيد اما كانت طريقه الصيد مهم مشيتي دخلتي صيدتي جيتي لوليداتك الحصيله الحصيله هذا هو الرئيس وتحياتي الرئيس في مكان اخوان ما كرهناكمش تذوقوا معنا هذا الشيء والله الا غير سمحوا لينا قسما بالله غير سمحوا لينا الحمد لله كرهناش نذوقوكم واخا غير شويه غير تذوقوا الخير هو معلق والله العظيم انتوما داك الشيء معلقه والله ما نقدروا ناكلوا دابا هذا الشيء وراه بزاف علينا حيت الحوت ملي كيكون جديد كيقهم دغيا يقهمك حيت تكون نسبه البروتين فيه طالعه بزاف
جاش كتذكر؟ نادي راس خليل انطوني خرج من البحر صعد خمسة سوايع اخوان والله الا ارتاحينا ديال بصح والكريشة عمرات ديال بصح الحمد لله على هاد النعمة هادي كان حمد الله ونشكره الصراحة دخلنا البحر بخير وعلى خير وخرجنا غانمين الحمد لله الحمد لله على هاد النعمة هادي وكنشكركم بزاف الخوت على السيبورت ديالكم والتفاعل ديالكم ولي لايك والكومونتيرات ديالكم الزوينين الصراحة راه ما كتخليو ليا ما نقول اخوتي ديديكاس ليكم واحد واحد من هنا ومن هاد البلاصة هادي وغتكون هنا سالات هاد المغامرة ديالنا او هاد الفلوغ ديالنا كنتمنى يكون عجبكم الا عجبك ما تنساش معاك لايك سبسكرايب وتخلي شي كومونتير زوين وتبارطاجي الفيديو مع صحابك باش يبقى ديما يوصلكم الجديد وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد وفي مغامره جديده ان شاء الله باذن الله والسلام عليكم.